السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أضيف لير عليها خطوط، فهاجي هنا من كيو جي اس وأقول له إن أنا عايز أضيف لير، أد لير، وهقول له إن اللير ديت هتبقى تمبور سكراتش، وهسميها مثلا الأي، وأختار هنا تبقى اللاين، وأقول له أوكي. واللير دي في أي لحظة ان بتضغط على اديت فتقدر تعمل اديت، فتقول له انا عايز اضيف لاين بالشكل دوت، ده مثلا سكة حديد او طريق او حاجات زي كده، رايت كليك، يبقى كده الامر بتاعي خلص. لو انا عايز اعمل قطع فيه فانا بروح لقائمة اديت، بس اكون عامل عليه سيلكت، هتلاقي هنا اديت جيومتري، هتلاقي عندك سبيلت بارت، مادام مش ظاهر معايا يبقى هو مش متحدد لسه. ممكن اعمل سيلكت اهوت، انا عامل كده سيلكت على كل حاجه، فلو رحت الاديت جيومتري وقلت له ان انا عايز اقسم الخط نصين بالشكل دوت، دلوقتي لو انا جيت اعمل سيلكت ممكن اعمل سيلكت على دوت او اعمل سيلكت على دوت بقى مقسوم، ولو جيت تبص هنا هتلاقي ان هو تم تقسيمه.